بابا خويا توا مازلت كي جيت درسي بيا باهين انت فين والحب فين. عم قدور السلام عليكم. السلام عليكم. صحة لاباس؟ الحمد لله والشكر لله ورضيت الوالدين. شكرا على قبول الدعوة. بارك الله فيك اذا انت في ولاه بالامر في الجدال. مرحبا بك اخويا في فوشانه وترحب بك الناس الكل والمغرب نراك بشكل قبل كل شيء الرحم على ولد خونا لطفي الكم بكبارية. ان شاء الله ربي يرحمه وينعم. ان شاء الله مثوب الجنة. فهمني؟ ان شاء الله يصبر عليكم. عم قدور. كنحب نحكي على غرام. نعم. كنحب نحكي على تاريخ الغرام. هل من المعقول ما نسهلش قدور الكوكي؟ لا تسهل. ليش؟ تسهل قدور الكوكي. شو غرام الباكستاني؟ قلت لي الغرام هذايا في خمسة عرس. ايش قلت الغرام هذايا توا قبل الغرام وتوا غرام. الغرام تاع قبل كل شيء ساعة في الغرام. فما ناس اللي ماتوا فما ناس مازالت حيين. فما ناس ماتوا فما ناس مازالت حيين. وفما ناس دخلت الغرام للعم المرة. دخلت من الفرامة للغرامة. سميهم لك زادة. سميهم لك زادة. أنا حتى أنا فوشانة. وفوشانة راهي ولادة نتاع غرام نتاع كباش. ولادة فوشانة نتاع كباش وخرجت للطار. مثال أنا العبد الله أنا مثلا أنا من عام 72 مغروب 72 يوم أنا هذا عملت أبطال أنا عملت شرب عملت المجاهد عملت الدرغام عملت بلبل عملت برشا كباش ساعة ساعة ينصح حاجات ترى الكومبا لسنع عملت توتو شوبيون هني الناس الكل يعرفون أنا فهمني وراني وزدت وعطيت كباش للعباد واحد من الحموخ رجيب الحوم تاعي يقول له عندك كبش يقول له برهز كبش تعرف عن قدور انا الاكل قعدت بحدك شويه قبل ما نبدا نصوره تحكي لي على تواريخ كباش قلبي وجعني فما تواريخ نتاع كباش ظهري الوحيد اللي تعرفها في تونس وقبل كانت الحومه متسيفه مع قوم برا كان يسيف ما كانش حومه تمشي الحومه كانت حومه تمشي الحومه كانت الحرامه قبل حومه مثل باب سعدون في معزم الحلوى في معزم اسمه الاحمر في معزم فوشانه الورديه في معزم حتى وزاد الوردية وجبل جود ولادها نتاع كباش. نحكي لك عن مروان نتاع حي محمد علي الوردية نتاع مر الله يرحمه. سيد كان جبل جلود عزاي الزرقاء نتاع جبل جلود. كان عنده في الولاية الفرداني نتاعو الشامبيون القط. فهمني؟ وعمك الطيب القهوجي الورتاني زادة من الناس المغرمة اللي قدم له عامل شامبيونات. الكبارية خرجت زادة كباش كيما عمك صالح الزغلامي كان عنده لعتر. كان عنده برشا ناس هذيا كباش. في بالك فما كانت بتصيد قلاوات في فرنسا واسبانيا شكون وقتها منظمها؟ منظمها اللي عنده معمل صبابه تعليم ماكيبا كان يعرف صبابه ماكيبا خلطوا عليها في الاخر بطلت شكون بطلتها بريش برضو بطلتها من شادة الهوش والحيوانات هي بطلت المسامات من كباريه خاطر خالد الدردوري حي موسينا زاد صاحبنا وخونا فهمني اما خالد انا جاي كان بصيب لك عم قدور نكتفي بهذا القدر ونحب نقول لهم انا وجاي برشا غرام واضح نشكرك بك.